السلام عليكم يا اخوان. فاحنا اليوم عند سفيان غادي نشوفوا لي برودوي الجو جداد، الباتي، مكملات، لي كرا، اي حاجه غادي نشوفوها. بقاو معنا ومرحبا بالجميع. سفيان كي داير خويا؟ مرحبا خويا. صح مزيان، كلشي بخير اخويا. يسولو غبور هذا سفيان. مرحبا خويا. ضروري خويا كنغبر باش كيجي الجديد، راه الا هو كيكون جديد باش مابقاوش يتعاودوا نفس البرودوي نبقاو نعاودوا فيهم. يعني ديما الحمد لله كيما كيجي الجديد راه كنعيط. المهم حنا غنبداو بدافلور اخويا، هو القنبوله ديال الموسم اخويا الياس. هذا هو البرودوي اللي جا جديد. هذا هو ديال هذا هو الموسم. هذا دافلور، هذا 3 في 1 اخويا الياس. هذا فيه الثومه والمشقات ديال ديك لي بلون ديال الغابه. هذا شي حاجه زوينه. كنقولوا ناتشورال هذا. هذا ناتشورال، هذا ماشي دواء، هذا وقايه. الناس اللي كيخدموا به راه الحمد لله راه مجرب وناض. يعني الناس اللي كيخدموا به عمرهم يشوفوا المشاكل ديال لاكوكسيديوز وديال لا توكسوبلازموز وديك الامراض اللي كيكونوا ديال الميغا باكتيري. هذا كيستابيليزي حتى البي اش. راه زوين اخويا الياس، هذا راه متوفر عندنا اخويا الياس في الديتاي. ها هو راه درنا ليه لومبالاج ديالو وداك الشيء. هاد 10 ملم 30 درهم اخويا الياس. بغا ايترو راه مرحبا به، راه ما بغا اكثر من 10 عاوتاني راه 20 بغا 30 بغا 40 كلشي اخويا الياس. ما عندناش المشكل اخويا الياس. عاوتاني اخويا الياس جبنا بانتاكوكس. هاد البانتاكوكس هذا ديال بالنسبه لسفيان هنا لا دوز ديال الاستعمال. هذا نص ملم في ايترو تلمع. نص ملم في ايترو. واخويا انا الياس هذا بالتجربه ديالي الحمد لله مع الفراخ ديالي نص ملم في الاول ما بغوش يشربوه الفراخ. كيجيهم قاصح شويه. كنبداو ليهم غير بواحد جوج نقطه في الشرابه. ولا تقدر دير نص ملم في جوج ايترو مثلا. تقريبا تزيد لي واحد جوج ايترو الماء ولا ايترو ونص كدير فيه نص ملم وكتبقى تنقص لي تترد لي من نص ملم في ايترو الماء. ها هو اخويا الياس راه زوين. هذه شوف هذه بالتجربه قسما بالله اللي غيخدم به تا زوين زوين بزاف اخويا الياس. جانا عاوتاني اخويا الياس هاد بانتاكوكس. هاد بانتاكوكس هادو بحالو بحال بايكوكس. غير هذا ديال الطيور وبايكوكس راه ديال الفيترينير. المهم الحمد لله راه كاينين بجوج، راه كاين هذا وكاين بايكوكس. هذا خويا الياس راه داير 320 درهم البواطه، وديطاي راه 10 ملم ب 50 درهم. وفي الحالات اللي نستعملوه بالنسبه لما عندوش فكره كوكسيديا تا هو. هذا هو كاتبك تخيطمون ديال لاكوكسيديوز. اللي ما عندوش فكره عليه هذا تخيطمو. هذا ماشي في الاستعمال ديالو شحال. هذا خويا هنا دايرين جوج 8 ملم في جوج ايترو ديال الماء. يعني بحال 4 ملم بحال 4 ملم في ايترو الماء، يعني كيدار 7 ايام متابعه. 7 ايام متابعه. حيت هذوك هذاك هو فيه هذاك التيترازولين. التيترازولين اللي فيه بحال مخفين على قبل الفرا. حيت بحال دابا بايكوكس، بايكوكس كدير جوج ملم في ايترو الماء. حيت كونسونتر ما تقدرش دير كثر منه. هذا راه فيه 4 ملم. عندنا عاوتاني جا خويا الياس لو اي اس بي بلس. هذا تريتمون ديال لاكوكسيديوز ولا اتوكسوبلازموز. هذا هو هذاك اش كيقولوا ليه اللي كان بري او اس بي 3 اللي كانت دابا دخل او اس بي بلس. هذا زوين حتى هو خويا لاكوكسيديوز ولا اتوكسوبلازموز. زوين اخويا الياس. سمعت هو نديرو بحال هذا 7 ايام. لا هذا كيدار 4 غرام في ايترو ديال الماء. وزوين زوين اخويا الياس. هما كلهم دابا ديال لاكوكسيديوز كيدار ما بين 4 وسبع ايام، ما بين 4 ايام وسبع ايام. دابا حنا غنبقاو غاديين مع لاكام ديال الدكتور كوتال عاد اش ندورو لاكام الاخرين. عاوتاني اخويا الياس جبنا تي بي بلس. تي بي بلس ديال لابا ريسبيراتوار. ناضي اخويا الياس. ناضي ديال لابا ريسبيراتوار اخويا. هذا راه فيه غيكون فيه الديتاي وفيه حتى البواطا اخويا الياس. هذا زوين اخويا الياس بزاف. هذا ناضي، هذا كيدار 4 غرام في ايترو الماء. جبنا اخويا الياس عاوتاني غروك جولد. كان سميتو غروك نيو في الاول، دابا راه ردوه غروك جولد. هذا خويا الياس هذا سبيسيال ديال المقنين والكنار. هذا قبط الكوكسيديوز، هذا وقايه وتريتمون في الكوكسيديوز والبوانوار. هذا قبط الناس اللي عندهم المشاكل ديال البوانوار راه كيهزو. كيدار هو 20 غرام في كيلو ديال الباطي، ولا كيدار شويه مع الافانتيان باش توكل حتى الولد. بعض المرات الولد ما كيكونش عنده الجهد اخويا الياس باش ياكل. يعني خاصك ضروري انت توكلو شويه، ما كيعطيش الرابي لمو باش ياكل. مجرب حتى هو. المهم هذا الجولد هذا ماشي مجرب، هو الكروك نيو هو اللي دايرين حنا هنايا. هذا لومبالا حتى التيكيت عندي قديمه. هذا الكروك نيو جديد. هذا الكروك جولد زادوا فيه شي لعيبات جداد، فهمتي؟ دابا الفورميلا اللي كانت شدوها ديفلوباوها. هذه اخويا الياس راه دايرين لهم 50 غرام ب 50 درهم. واللي بغى حك مسدو حتى هو راه كاين. المهم الناس راه يعيطوا لينا. مرحبا بهم اخويا الياس. جبنا عاوتاني اخويا الياس افيكول. افيكول حتى هو كان غابر شويه في السوق، راه داير 180 درهم اخويا الياس.
كاين هيسو كل تا هو خويا الياس راه داير داير اش كيقولوا ليه داير 120 درهم فيها لا بان سيترويال افان سيترو عاوتاني كاين واحد اللعيبه اخرى نقصنا منها خويا الياس ها هي طونطا ووفا 190 درهم اخويا الياس 190 درهم كيلو ها هي خويا الياس حتى هي معروفه بحال بريد ماكس وفيها العبار اللي بغا العبار شوف الياس كما قلنا اي حاجه في اللي شافها العبار هذه ما بقاوش نهضروا عليها كاين اي حاجه راه كاينه الحمد لله في العبار وكاينه في سميتو في العاد وعندنا خويا الياس عندنا حتى بايكوكس خويا الياس الناس اللي باغيين بايكوكس ها هو حتى هو متوفر حتى هو كاين بالنسبه للاخوان اللي مولف يخدم بها راه بايكوكس ها بانتاكوكس بجوجهم كاينين اخويا الياس القرعه ب 50 درهم في 10 الميلي ديال بايكوكس ديال بايكوكس عندنا عاوتاني ايفيرتين اخويا الياس زوينه ديال قميله هذه ديال السبليون راه معروف هذا لومبالاج ديالي اخويا الياس دابا القرايه كلهم لومبالاج ديال كسفيان هذا كلهم لومبالاج ديالي اخويا الياس هذا اللي غنشوفو حتى هما كلهم لومبالاج ديال هذه الايفير ميكسي اللي كنجيب هذه سبيسيال ديال الفراخ هذه ديال كنجيب كنجيب نص سيتر راه الله مسدود الله عمرتهم هذو اليوم كنجيب فيها نص سيتر كنبيعو ديطاي هذه كدار غير بالكتاف ما كتشربش لا هذه بالكتاف وكاينه اكزولت كاينه اكزولت اكزولت هي كاينه الناس اللي باغيين اكزولت وهاد راه اكزولت هي كاينه شكون واحد اخويا الياس راه كيدي جهده فهمتي هذه قلنا شحال السفير هذه كدير 50 درهم 50 درهم 10 ميلي 10 ميلي او هذه اكزولت اكزولت كدير 130 درهم راه فيها 5 ميلي 5 ميلي هذه اللي قلنا كتشرب هذا قبط لها كدير ميلي في اطره الماء هذا قبط لها خويا وكتعاود لها رابيل ديالها على 15 على 70 على 70 كلهم هاد هذه هذه تما كتعاود لها رابيل 70 كاين عندنا عاوتاني خويا الياس محبوب الجماهير شيمي فارما اس دي اس هذا فيه كوكسيديوز سالمونيلا ولي شامبينيو هذا مجرب وناضي اخويا الياس هذا الناس اللي جربوه الحمد لله كلشي كيشكر فيه هذا راه داير 130 درهم اخويا الياس راه كيدار 3 ملين في اطره الماء المده ديال شحال؟ 7 ايام الناس الفراخ اللي مراض وقايه ولا البلونشيمو قبل من التجاويج راه كيدار ملين في اطره الماء هذا راه زوين اخويا الياس وفيه الحمد لله راه فيه لا كونشيتي عندنا عاوتاني اخويا الياس بروبيوتيك ديال افيان فيت عندنا الرابعه وعندنا 125 غرام وكاين كيلو وكاين كيلو وكاين 60 غرام 60 غرام راه 40 درهم 125 غرام راه دايره 100 درهم 130 درهم الرابعه الكيلو ب 320 واحد الكيلو تزاد اخويا الياس هذا على حسب الاحجام اللي بغى الواحد راه من 30 غرام حتى الكيلو من 60 غرام من 60 غرام من 60 غرام حتى الكيلو هذا السفيه اللي هذا ديال القس الهندي هذا القس الهندي هذه ديال شركه هيماني هذا لي شامبينيو لي باكتيري والمناعه شي حاجه دا قبط لها خويا الياس هذا جاي مطحون بلا ما تحلو جاي مطحون ناضي دوريجين اخويا الياس خليني اخويا الياس من داكشي ديال العطار اللي كي اخويا الياس لومبالاج ديالو لومبالاج كيتحل بحال الكانيط اخويا الياس وفيه ثمن زوين راه تقريبا في العبار ديالو راه فيه تقريبا واش نقول لك اخويا الياس راه فيه اخويا الياس راه ماشي شي لومبالاج صغيور وما كاتبينش لنا العبار اللي فيه راه كتستعملها شويه ما كديرش هو راه شويه دايره 50 درهم اخويا الياس 50 درهم مطحون ناضي دوريجين ما كاينش اخويا الياس هذا راه ديال شركه هيمالي ديال ديال باكستان هي الشركه الباكستانيه راه شي راه مسحوق قس الهندي راه شي حاجه ناضي عندنا خويا الياس عاوتاني تيكوكس ديال كاناريز راه كيدير 80 درهم هذا بحال شكل دافلور ولكن خفيف عليه هذا راه كيدير 80 درهم وكاين قرعه ديال 10 ملم دايره 25 درهم اخويا الياس هذا حتى هو نفس الفيلم كدار ملم في اطره الماء اخويا الياس كاين فيتامين ا دي 3 ديال كاناريز ديال يا ربي ديال افيان فيت راه كيدير 130 120 درهم عندنا فيتامين حتى هو راه كيدير 120 درهم عندنا انرجي حتى هو راه كيدير بدائل فيتامين بيكا راه كيدير حتى هو 120 درهم كلهم في الماء تستعملوا كلهم في الماء ديال الهياجه عندنا كونسونتري كيما قلنا كلهم كونسونتري درجه 3 ملي في اطره الماء عندنا فيتامين او بلس سيلينيوم حتى هو راه داير 120 درهم عندنا عاوتاني هذا خويا الياس هيباتيك بلس ديال الكبده هيباتيك بلس ديال الكبده راه كيدير 30 درهم اخويا الياس هذا كيدار في الباطي كيدار ما بين 10 غرام في كيلو ديال الباطي شي حاجه مجربه اخويا الياس هنا سفيان كما قلت لك اخويا الياس هيباتيك بليز راه زوين اخويا ديال الكبده هذا راه فيه الكولين والميثيونين طالع هذا كيدا 10 غرام في كيلو ديال الباطي شي حاجه زوينه اخويا الياس حتى هو راه داير 30 درهم عندنا سبيرولين 5 غرام في كيلو ديال الباطي راه تيديرها 40 درهم
كاين هيباتيك بليس هذا راه داير 120 درهم هذا شي حاجه ناضي اخويا الياس ديال الكبده وفيه الخرشف وفيه الحريقه ناضي عندنا الكاردويليس ديال الكبده هيباتيك زائد اوريغانو راه كيدير 170 درهم هذا ناضي اخويا الياس كاين الداكس ميلتي فيتامين ناضي الحمد لله الشركه ديال افيان فيت خطات واحد واحد السمعه زوينه هذا راه نص مليم في اطره الماء للشيخ اخويا الياس ف 250 مليم ف 250 مليم وفيه الفيتامين ا ديال خوال او بي بي 2 بي 6 بي 12 فيتامين سي فيتامين ك ميثيونين البيوتين في كل شيء ناضي وشي راه نص مليم حتى مليم في اطره الماء هذا راه داير 130 درهم اخويا الياس عندنا اخويا الياس عاوتاني الافانتيان رابعة رابعة كدير 70 درهم عندنا 800 غرام 800 غرام راه كدير 170 درهم هذا الشهر كلشي اخويا الياس راه شهر 11 راه ماشي شهر 7 شي شهر 11 والسخون كما كيقولوا اخويا الياس وديال 3 كيلو ديال 3 كيلو ب 470 درهم فيها لاضات حتى جديده كلشي لاضات جديده اخويا الياس عندي وحده ب 450 درهم فيها شهر 6 بغاوها مرحبا بك كاين عاوتاني اخويا الياس هذا كروب ميلك العشاق ديال الوليدات اللي الله خارجين من البيضه هادو اللي كيخدموا في الكوفوز كيفقصوا البيض ديالهم كوفوز اللي باغي يعاون الوليدات ماشي الله كيكونوا زاد وما كتوكلش مزيان هذا هو اللي قلت لك اخويا الياس كيتخلط مع كروغني حيت هذا كيكون فيه السكريات طالعين السكريات بحال كيعطيو كيحلوا والبروتين كيعطيو الشهيه الاول باش دغيا باش ياكل باش كيبان لك كيكبر باش كتخدم به راه كيبان لك كيكبر مزيان اخويا الياس هذا راه كيدير 100 درهم اخويا الياس عندنا الماكله ديال التوكال عاوتاني ديال سيرينيس كبير هذه فوق 7 ايام هذا تحت من 7 ايام هذا فوق 7 ايام هذا من نهار يخرج من البيضه حتى 7 ايام فقط هذا تيتعطى من 7 ايام حتى للفطيم هذا راه كيدير 180 درهم فيها كيلو وكاين 350 غرام اخويا الياس راه كدير 80 درهم راه شي حاجه هذه صحاب المقنين صحاب لي وازو سوفاج عارفينها عارفين وعارفين اش كتسوى خويا الياس عندنا باتي فلاي هذا ب 120 درهم عندنا الكريد ديال سيرينيس هذا سيليكس هذا السيليكس هذا نوع ديال واحد الحجر بحال الرخام ما كيتكونسوماش في الجسم ديال الفراخ بزاف يعني كيبقى عندهم راه كيما قلنا باطي الامتصاص باطي ماشي انت باطي كيما ما كيتكالش بحال الحجر عادي حيت دابا الفراخ باش كيديو الكانصه كيبقاو يطحنوا به الماكله الكريت العادي دغيا كيصغار هذا لا هذا كيبقى في النيفو ديالو راه كيدير 60 درهم وعندنا وهذا خويا الياس راه كيدير 50 درهم فيه كيلو هذا كريت زائد كالسيوم عندنا خويا الياس عاوتاني سفيان دوزوها كاين الكريت ديال مانيطوبا عندنا الكريت ديال مانيطوبا خويا الياس 2 كيلو راه دايره 30 درهم وكاين اخويا الياس 2 كيلو ونص ديال برسلاكا راه دايره 40 درهم دابا غندوز اخويا الياس غندوز هذا سبيسيال ديال المقنين الفراخ ديال هذا بريدينغ ديال التجاويج هذا فوق التجاوج هذا اخويا الياس راه كيدير 150 درهم الكيلو ولكن اللي غياخذ معنا واحد لاكونتيتا نقدروا نقصوا ليه اخويا الياس راه هذا راه مجرب وزوين يعني الفراخ انا نشرح لهم هذا مكمل فيه كل شيء فيه ميلون هذا بينسو كيما في شي حاجه اللي بديل ديال الزوان يعني هذا بوحدو الفرخ كيعيش كاع داكشي اللي غيحتاج الفرخ كاين يعني غير الناس ما خصهاش تدخلوا بدقه خصو تدخلوا بشوي بشوي باش ما يوقعش لي من الفراخ في شي مشكل ديال الهضم ولا شي حاجه يعني يدخلوا بشويه 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 باش تعطي في ذاك الكوديات يولي ياكلوا مزيان من وراء ديك الساعه الى بغى يعطي انا كندوك على انا كشخص انا كنعطيه هو والميلونج ما محيدش الميلونج خليته الراس واخويا الياس فهمتي اش كاين دابا غيحيدو خدام بالزوان لا انا شتيتو خدام بهم بجوج خدام بهم بجوج دير لهم الميلونج دير لهم بينسو الحمد لله راه الفريق خاطر انا مزيان كاين اخويا الياس عاوتاني هاي دوز ماكسيرا كاين اخويا الياس شحال عطات شهر 5 2025 راه كيلو ب 220 درهم ورابعه ب 55 درهم ديطا يا خويا الياس فيها الرابعه كتجيب الرابعه 55 درهم 55 درهم نكملوا كما قلنا كيلوات راه ماما هذوك اللي كيلوات راه بقى كيلوات راه كيلو مسدود اه وكما قلنا لا دات هي شهر 5 2025 هذه كما قلنا 100 غرام في الكيلو 100 غرام في الكيلو
عندنا خويا الياس نشوف هذا اللي جا جديد ان شاء الله الروسك الروسك راه هو بالنسبه لهذا اللي فيه شحال فيه هذا السفير هذه فيها 3 كيلو ونص 3 كيلو ونص هذه شحال الثمن ديالها هذه 3 كيلو ونص اخويا الياس كتبقى ب 200 درهم 200 درهم عاد كاين العبار اللي العبار العبار عندي ديال واحد الشركه ديال الانجليز انا نوريك هو هذا ماشي نفس الشركه ديال هذه لا هذيك سبليونيه هذا الانجليز هذه اللي شفنا في الاول ديال سبليونات هذه فيها 3 كيلو ونص كما قلنا هذيك وكاين هذا بالعبار اللي بغى العبار كاين طاير الخلشه ديالو حيت دابا لاكاليتي دابا ديال هذا مع الاخر هذيك كتكون زايده كل فرقه تعرف الانجليزه ماشي هي السبليون دابا راه السبليون جوج زوينين الانجليز كتبقى كتبقى شي حيت حتى في اللون دابا الا جينا نشوفوا اللون ديال هذا مع اللون ديال هذا راه كاين الفرق اخويا الياس شي راه كيبان هذا بيض ولا اخر راه روسك روسك ولكن لاكاليتي ديال الماده الاوليه ماشي بحال بحال هذا راه كيدير 90 درهم الكيلو اخويا الياس دابا الماده الاوليه هي الفيلم راه ماشي هذا كما قلنا يستعملوه في الباطي و هذا اخويا الياس نشرح لهم شنو هو الروسك الروسك هو كيعطيك الفوليم في الباطي كدير عاشقه مع عاشقه في الماتا كتخليها واحد 10 دقائق كيتنفخ تقدر تزيد عليه البروكولي تقدر تزيد عليه لي غران جيرمي تقدر تزيد عليه اي حاجه خضره اي حاجه متوفره عندك فروير بيض كل شيء اي حاجه كتزاد معاه وزوين دابا الدراري اللي مجربين والناس الحمد لله راه يكونوا عارفين واللي مجربين راه ناضي اخويا الياس كما قلنا 90 درهم وكيبدا من اللي بغى الواحد اللي بغى رابعه 10 درهم 20 درهم 30 درهم اللي بغيتي ما كاينش مشكله اخويا الياس حنا دابا علاش بكون بغينا نمشيو نبيعوا الكيلوات غنمشيو للمروكومول اخويا الياس هنا كما قلتي من معاونه الشعب من 5 درهم 10 درهم ما كاينش مشكله غير واحد الحاجه اخويا الياس الناس اللي كيصونيو عليا وبعض المرات ما كنجاوبهمش يسمحوا لي راه بعض المرات كيكون الضغط ديال التليفون بوحدو في المحاله بوحدي يعني ما فهمتي هذا هو المشكل اللي كاين شحال كيقول لك كنعيط لك ما كتجاوبناش ماشي مشكل مره اخرى عاود اتصل خليو لي ميساج في الواتساب الواتساب راه كنجاوبهم كاملين اخويا الياس اسمحوا لينا على حتى حنا كنقربوا الثمن نقربوا المعلومات كل شيء كاين ميساج يسيفتي ميساج في الواتساب دابا الحمد لله حنا كما كنخبيو لا ثمنات لا حتى شي حاجه كل شيء كنقولوا راه الدراري كيسيفتي المعلومات كل شيء واش كيقول لك كيسيفت لك هو الثمن عارف الطوطال جامعه وكل شيء راسه ما كاينش مشكله كيقول لك راه اللي كاين اللي كاين الحمد لله ما كنخزنوا حتى شي حاجه اخويا الياس عندنا عاوتاني البينسو عندنا البينسو ديال ديال لا ها البريدينغ هو هذا هذا المانتونونس راه كيدير 350 والبريدينغ راه كيدير 370 درهم ودي طايره ديال 80 درهم الكيلو كاين دوزو هادو ديال 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 ناتشور عندنا سيرينغيتي راه ب 180 درهم عندنا بونانطال راه دايره 220 درهم عندنا هادي ديال كاكاطويس راه دايره 190 درهم ديال الامازوني دايره 190 درهم ديال الكالوبسيت راه دايره 170 درهم وعندنا هادي ديال الكنار راه دايره 120 درهم لان قريبه في لاداك درنا لها 120 من 160 درهم هاي فين مكتوبه اخويا الياس راه من 160 درهم مع قريبه في لاداك اللهم نحيدوها اخويا الياس ولا باش تبقى في ثمن زوين كاين هاد الباروت ديال عاوتاني المانيطوبا الحمد لله راه جات كامله اخويا الياس عندنا هادي ديال 800 غرام راه دايره 40 درهم عندنا 2 كيلو راه دايره 90 درهم اخويا الياس عاوتاني راه جبنا ديلي ناتور سبينيس ديال لي طاران وداك الشيء راه تيديرها راه فيها حتى الديتاي راه دايره هادي 180 درهم عاوتاني جبنا هاد كاردويليس هاد كاردويليس اخويا الياس هو 97 انا نوري لهم راه كاينه هادي كدير 220 درهم وعندي في الديتاي اخويا الياس اللهم بارك اخويا الياس شو كيدير هنا في الديتاي شحال الديتاي كدير 80 درهم 80 درهم كيلو انا غنوريك حتى اللايت اللايت حتى راه كاينه اخويا الياس ها هي الله يجزاك خير الله يجزاك على الثمن لا تاهي ب 220 تاهي ب 220 وفيها وفي الديتاي ب 80 درهم اخويا الياس هذا شوف اللهم بارك اخويا الياس كتهضر على راسها هذه بلا من نصحها وعاوتاني اخويا الياس راه كاينه حتى المانيطوبا ديال اش كيقولوا ديال المقنين المانيطوبا ديال المقنين ديال المقنين راه ب 60 درهم هذا اللومبالا الجديد راه ماشي القديم اخويا الياس راه اللومبالا الجديد 60 درهم فيها هذه راه 60 درهم فيها 800 غرام وعندنا عاوتاني اخويا الياس الماكله ديال الحسنيه حتى هي راه جات هذه راه 30 درهم عندنا الفانسي راه ب 20 درهم هذيك ديال ليزاسو كالوبسط راه ب 20 درهم الفانسي ديال الكانر 10 دراهم مانيطوبا راه كاينه الحمراء وكاينه الصفراء وكاينه كلهم هذوك دايرين كلهم ب 28 درهم الا ديال الحسنيه اللي دايره 30 درهم
عندنا هذه ديال الكانتو الغريو راه دايره 800 غرام راه دايره 20 درهم ديال الكالوبسيش. كاين عاوتاني اخويا الياس ديك سباتي سيرينيس راه خدا واحد اقبال زوين، كنا دايرين ليه 300 درهم اخويا الياس. السطال دابا الحمد لله راه درنا ليه 270 درهم. وفي الكيلو؟ في الكيلو 60 درهم، حتى في الكيلوات راه نقصنا فيه 10 دراهم، حيت دابا حنا اخويا الياس راه كينقصوا كننقصوا. كيزيدوا علينا راه كنزيدوا، راه حدا بعض المرات الترونسبور تا كيكون فيه المشكل اخويا الياس. جبنا عاوتاني اخويا التيكوكس الكبير اخويا الياس راه ب 220 درهم فيها نص سيترو. جبنا عاوتاني لي فيرتيك هذا ديال الكبده واللي كيقولوا ليه رايبه اخويا الياس. هذا بالنسبه للكبده راه داير 170 درهم راه فيه نص سيترو حتى هو، راه دار ميلين في اطرو تما اخويا الياس راه كونسونطري. وهذه راك تخازنها اخويا الياس غنش بها راه الشاربون حتى هو جا اخويا الياس. هو الشاربون ديال افيان فيز راه داير 80 درهم اخويا الياس. شحال فيها هاد الصرف؟ فيها 300 غرام. 300 غرام ولكن راه حد الشاربون راه كيبري راه بحال الذهب راه ناضي اخويا الياس. الشاربون بالنسبه اللي ما عندوش عليه فكره، شاربون اكتيف مضاد لي غاز كتحل كيحيد كيسكي الدات من لي شومب من من اش كيقولوا ليهم البكتيريا وهذوك الدوايا كتعطيو لي زونتي بيوتيك تاع الهضم. كيساعد على الهضم مزيان الشاربون بحال كي باش كنمشيو حنا كيكون فينا لي غاز راه كيخرج لك الطبيب واحد الفانيل كيكون فيه شامبو شاربون. الشاربون هذا سبيسيال ديال الفراخ هذا راه داير 80 درهم اخويا. عندنا اخويا الياس رجعنا حتى الخل ديال التفاح ديال الفاروبيس هذا راه معروف. هذا راه درنا ليه اخويا الياس 90 درهم. دابا راه موفر عندنا ب 90 درهم اخويا الياس. سميتو اونتونغوس سير خلي عندنا الصغيره ديالو اخويا الياس حتى هي هضره لومبالاج ديالنا داير 20 درهم. وعندنا دخل التفاح اخويا الياس هذا راه بليس الماكا الناس يقراو على هاد الماكا دي باش يعرفوا راه الماكا راه واحد البرودوي زوين مزيان حتى للخصوم ديال 40 درهم هضره ديال الصبليوم. فايترو فايترو ايترو ب 40 درهم اخويا الياس. وانتي هونغوس اخويا الياس درنا فيه ثمن زوين هذا ديال الايترو ديال الايترو راه من 250 درهم ل 180 درهم اخويا الياس. كاين الفرق راه قلت كما قلت راه شوف دابا راه الستوك اللي كاين دابا اخويا الياس راه دايرين ليه 180 يقدر يجي ستوك اخر يقدر يعاود يرجع الثمن. ما تعرفش شنو كاين دابا الثمن حاليا دابا حاليا المهم تيسالي الستوك راه ب 180 درهم. وفيها ديال رابعه لا في لا فيها فيها 100 ملي راه سالات لي راه غتكون عندي غدا راه كدير 60 درهم. وعندي 125 ملي ديطاي قد هاد القرعه هذه راه ب 50 درهم اخويا الياس. وكاينه قرعه ديال 20 درهم اللي بغا صغير راه كاينه قرعه ب 20 درهم اخويا الياس. كاينه بروسموك اخويا الياس هي طارد الحشرات طارد الحشرات مزيان لاباري اسبيراتوار كيقتل لي شامبينيو اللي كانوا سميتو ديزانفيكتون ناضي هذا ب 150 درهم. ويلي بغى حبه راه ب 40 درهم اخويا الياس 50 درهم اخويا الياس 50 درهم. ميكوستاتي انت هو راه جبناه اخويا الياس 200 درهم البواطه اللي بغى ديطاي راه 10 مليم ب 40 درهم اخويا الياس. المره اللي دازت كانت ب 50 درهم دابا درنا 40 درهم. دابا كما قلتي على حساب كل مره كيفاش كتكون ناقصه راه كتنقصها بالنسبه للستاتي اللي ما عندوش عليه فكره اخويا سفيان هذا دا قبط لي شامبينيو والميغا باكتير بالتجربه اخويا الياس. ميكوستاتين راه معروف لي شامبينيو والسميتو عندنا مونوبروب اخويا الياس هو راه كاين هذا بالنسبه للمعقم ديال الزوان. المعقم ديال الزوان 420 درهم ما كنزيدوش داك الشيء اخويا الياس. كاين الاومنيفيت الكبيره كبيره راه كدير 130 الصغيره ديالها الصغيره ديالها راه كدير 70 صغيرة 70 درهم. عندنا الميطافي الثانية فوق البدالة جاي الميطافي الثانية راه فيها الصغيرة وفيها الكبيرة. الصغيرة تاهي 70 والكبيرة ب الصغيرة الكبيرة ب 130. عندنا فيرتيفيت الصغيرة ب 70 وعندنا خويا الياس واحد الفيرتيفيت راه فيها الاخر ديال شهر يعني النصف شهر هذه فيها النصف شهر 5 قدرنا ليها 80 درهم اخويا الياس. كيما كنقول شهر ونص تقريبا تقريبا شهر تقريبا نقول شهر تقريبا باقي لها. انا خويا الياس بلاصه ما غنبيع حاجه غنبدا نبيع ديطاي والناس ما خداماش راه واخا نضيع انايا راه درت ليها 80 درهم 200 غرام 200 غرام اخويا الياس راه لاطات لي اللي حاكمه عليا وما عنديش فيها بزاف ما عنديش فيها بزاف كاينه شي 8 الحبات 6 الحبات بالنسبه لعندو الفراخ كثار تقدر ما تكملش لها المده شهر كتحلها شهر الله يعاون. راه دابا باش تاخذ الصغيره تاخذ ب 70 درهم فيها 25 غرام وغتسالي الله
80 غرام وتسالي ولوحه. 80 غرام مزيانه. وعاوتاني واحد الحاجه، راه الشركات راه كاع لي برودوي راه واخا يساليو اخويا الياس راه واحد شهرين ثلاث شهور كيبقى مورا لاداش. مورا لاداش راه هو اوتوماتيكمون باش كيخسر في لاداش راه كيكحال. اما نشد الحلول اللي عادي يطاي اخويا الياس ونصور فيها 200 درهم اخويا الياس. اللهم كما قلت شي حاجه. الله يستافد منها الواحد. وما نعطيش للناس اخويا الياس شي حاجه اللي تضروا اخويا الياس، هذا هو الشعار ديالنا اخويا الياس. سفيان دوزو هنا للشرابات. مرحبا خويا الياس. عندنا الشرابه الكبيره دايره 10 دراهم ديال دو جي ار. عندنا هاد المويان استيا دايره 7 دراهم. عندنا هادو خويا الياس. الخضر والزرق. الخضر والزرق دو جي ار دايرين 3 دراهم. عندنا هادو خويا الياس ديال استيا دايرين 4 دراهم ونص. كاين هاد العيبات هادو دايرين 3 دراهم خويا الياس. ميلونج باطي العيب. عندنا هاد التايره الياس خويا راه دايره 3 دراهم. وعندنا هادو العشاش دايرين 3 دراهم تما خويا الياس. خويا الياس كيما قلنا الكروكيت البريدينغ تا هو راه كاين بسيطاكيس داير 100 درهم. 100 درهم الكيلو. 100 درهم الكيلو. وديال الكاروبسيت راه غيكون نهار السبت ان شاء الله. يجي نهار السبت. السبت ان شاء الله. هذا هو تقدر تعطيه للمولينا تعطيه للمولينا كلشي كياكلوه، هما دايرينو الفراخ كاملين، غير كاين واحد مخرجينهم سبيسيال للمولينا وداكشي. الكاروبسيت وهذا. الكاروبسيت والمولينا وداكشي. سفيان دوزو هاد العشيشات اللي. العشيشات ديال المولينا خويا الياس دايرين 15 درهم. 15 درهم. 15 درهم. عندنا الدواشات راه دايرين 25 درهم ديال الطاليان. الطامق راه دايرين 55 درهم. هادو راه قلنا كما قلنا 20 درهم ديال الروكي راه دايره 30 درهم. روكي 30 هاد الشيشات هادو ديال المقنين. الشيشات هادو ديال المقنين هادو ديال الصبليون اخويا الياس. جمال اخويا الياس. هادو راه دايرين 40 درهم اخويا الياس. هذا عاد كتزوق ولا بغيتي تشوف؟ لا كدير فيه لي بلون تا راه ساهله وليا اصلا كيضرب لي بلون ديالو. هذا هكا خاوي شحال بحال هكا؟ هكا ب 40 درهم. 40 درهم. 50 درهم. لي بلون زايدين 50 عاد هناك. عندنا خويا الياس عاوتاني سيرينيس عبارة ب 20 درهم. عندنا افانتايا حتى هي عبارة ب 20 درهم. عندنا الزريعة ديال الججلان، عندنا الحبق البافو الجرجير، زريعة الخص خويا الياس هي راه جات راه دايرة 10 دراهم الصاع، هادو كلهم ب 10 دراهم. كلهم اللي في 10 دراهم. ويلا بغا كيلو ديال كيلو ديال زريعة الخص راه كيدير 180 درهم اخويا الياس. كيلو ديال كيلو مجموع. عندنا الفونيو بادي تا هو اخويا الياس راه ب 200 درهم تا هو راه فيه 10 دراهم ديطاي. هذا الطابيات اسفين. الطابيات راه 5 دراهم اخويا الياس. 5 دراهم الوحيدة. هاد البينوارات هادو ديال الدو جي ار تا هما راه دايرين 5 دراهم. هادو كيبقى 5 دراهم الوحيدة. 5 دراهم راه فيهم الصفر وكذا. هادي الافانتيا. الافانتيا قلناها تا هي ب 20 درهم. عندنا القراصات هادو اخويا الياس هادو ديال الخص ولا التفاح ولا التفاح داكشي راه دايرين درهم. وعندنا هادو هادو 5 دراهم اخويا الياس هادو استيا ماشي ديال البلاد ماشي هادو كيديروا 5 دراهم. وعندنا الكوديات هادو راه كيديروا درهم درهم وحده درهم وحده هادو راه بولوكازيو هادو نبيعو بدرهم اللي بغا شي وحده كنعطيها ليه وصافي اخويا الياس. نشوفوا لي كرا خصيان اللي هنا نبداو هنايا. عندنا الشاردو ماري اخويا الياس ديال البلاد مليحه دير 60 درهم. عندنا الزوان كندا مليح راه داير 18 درهم الكيلو. عندنا الزوان ديال ديلي ناتشير راه فيه زرع الكتان فيريلا فيه الشيه كلشي راه داير 28 درهم الكيلو. عندنا الزرعه النقيه ب 40 درهم الكيلو. زرعه القنب اخويا الياس مليحه ب 40 درهم الكيلو. عندنا الميلونج اخويا الياس ديال هذا هو ديال اللي قلت لك ديال داك ديال لي طاره ديال 70 درهم الكيلو. ميلونج فانسي اخويا الياس 20 درهم الكيلو. عندنا الميلونج عاوتاني اخويا ديال ديلي ناتور هذا 40 درهم الكيلو. البشنا اخويا الياس طوب ديال البشنا طوب دير 10 دراهم الكيلو. عندنا خرطه المليحه اخويا الياس دير 18 درهم الكيلو. الكريت ماشي حاجه زوينه 15 درهم الكيلو. عندنا الميكس اخويا الياس 15 درهم الكيلو. عندنا الميكس ديال ديلي ناتور عامر بالزوان الطويل وداك الشيء وبيريلا وعامر عامر دير 20 درهم الكيلو. الزرع اخويا الياس راه 10 دراهم 10 درهم الكيلو. هذه اخويا الياس دير 20 درهم الكيلو. 20 درهم الكيلو. الميلونج ديال الفارو بيض اخويا الياس دير 20 درهم الكيلو. عندنا الشيا راه ب 100 درهم الكيلو. هذا الميلونج هذا ديال ديلي ناتور
الهضره ديال 1000 ريال الكيلو ديال لي بيروكي كيلو شاكولي. عندنا خويا الياس عاوتاني شي حاجه مليحه قرا ديرها ديال برا ديال برا ما عندنا شي حاجه ديال برا باينه خويا الياس 100 درهم تبارك الله كي داير ما تهضر على الجواب بين العلوان ديالها خويا. عندنا البيرينا تايره ب 140 درهم الكيلو، النيجر ديال 35 درهم الكيلو، زرعه الكتان ديري ناتي عاوتاني راه ماشي خويا ديال راه تبان لك حبه رقيه ماشي ديال البلاد ديال 30 درهم الكيلو. الباطي ديال البيروكي راه داير البيروكي كانوا بسيط لي زاز راه داير في الدو ديال المقنين ديال المقنين ها هو خويا الياس داير 70 درهم الكيلو. هذا ديال الكنار هذا ديال الكنار خويا الياس راه داير 60 درهم الكيلو. هذا راه فلاي فلاي راه فلاي خويا. هذا سفيان ديال مالاكا كوزه ديال مالاكا راه ب 120 درهم الكيلو. فيهم كاع اللوينات فيهم ديال الصفار الاحمر فين كل الفندق فندقات راه 100 درهم الوحده خويا 100 درهم الوحده. كما قلنا خويا الياس راه اللي بغى شي حاجه مرحبا بها عندنا ليفريزو كليفريو للمغرب كامل. الناس كاين هذا الترمومتر هذا راه 130 درهم ديجيتال شي حاجه زوينه خويا الياس. هذا مجرب مجرب بزاف كاع خويا الياس مجرب الياس سدود مجفف راه 350 درهم الكيلو. واللي بغى شي حاجه مرحبا به. هذا راه العبار اللي بغى حيت هو خفيف ماشي سمعت 350 درهم الكيلو راه ما هاز والو راه كيلو راه تبارك الله راه فيه نيت. عاد كاين هذيك البواطه ديالو تاعي البواطه راه 15 درهم بحال هذيك راه باينه هذيك ديال حاله بحال كما قلنا السفيره راه فاتها البواطه بحال فاتها البواطه راه تساشي خويا الياس كنبيعوها ب 10 دراهم. هاي الشكيل ديالها هاي 10 دراهم هذه كتجيب 10 دراهم هذه تاهي تضرب مده مع كتضرب اخويا الياس راه الانسان كيطحنهم ما يعطي عمر الفرخ يعطيوها ليه مجموعه اخويا الياس لان كتجي كبيره كيهرسها كيلو في النص ديالها اللهم هرميشه خفيفه ويعطيها الفريخ راه فريخ ولا يديروا مع الباك يقدر يديروه يمشوا حتى مع الباك حتى هو الباك راه من الاحسن يعطيه مع الباك يجي يستافد منه اكثر. راه دابا راه شحال من واحد اخويا الياس كنقول للدراري كنقول لهم من الاحسن داكشي ديروه مع الباك مع باش ما يضيعش كما قلتي دابا كتستافد منه الفرخ. كما قلت لك اخويا الياس راه كليفريو للمغرب كامل راه مع كاش بليس راه كتوصل الامانه للدار ديالو. اللي بغى اي حاجه راه مرحبا بهم. وفي كازا حتى هي راه عندنا حتى ليفريزون داخل كازا راه كاين الدري وصل لي حتى للدار. عاود لنا النميره ديال خويا 0044 049 41 النميره ديال خويا سفيان. اللهم يستر ان شاء الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. مرحبا بهم الجديد اخويا الياس ان شاء الله. اللهم يستر خويا سفيان.